مرحبا بكم معاها حكيمة بلاسيما. كيما راكو تشوفو انا هنا درت كيلو تاع البصل، وهذا البصل قطعته شرائح كيما راكو تشوفو، واني حنقطع قدامكم. راني حندير تيك توك سبيريول. احنا الامي ربي يرحمها كانت في الصيف ديما دير هاد التيك توكه، وحنا رانا مقبلين على فصل الصيف، يعني توالم هاد التيك توكه. ونحط روها تاني بالفلفل قطعته كيما راكو تشوفو، ونوريكم الطوماطيش واش راني حندير لها. شوفوا انا الطوماطيش اخترت هاد الطوماطيش الصغيره، وانا هنا مانيش حنستعمل القشره. شديت الماء سخون غلى ونخلوها شويه في الماء سخون باش نقدروا نحو لها القشره. وانا هنا هاد الراس كيكون هكذا ما نستعملوش، ونكملوا بالطريقه اللي راني ندير فيها نقطع البصل تاعي. انا هنا استعملت 3 سنينات تاعتهم كيما راكو تشوفوا كيفاش قطعناهم. وانا حين نديروا ربع مغارف تاع زيت، ونخلو هاد البصل يتقلى غير على نار هاديه. بسم الله. شوفوا الطوماطيش تاعنا كي خرجناها من الماء سخون. انا هنا بسم الله شوفوا كيفاش القشره تتنحى وحدها وهي راهي سخونه، وانا راني نحي في القشره بلا ما ندير موس، يعني نقدر نحي الطوماطيش تاعي كي درتها بهذه الطريقه. شوفوا انا هنا راني نحي في الطوماطيش تاعي، ونقول لكم الطوماطيش كي نديروها بهذه الطريقه يعني تجيكم سهله كي تكونوا تنحوا فيها. بسم الله. شوفوا يعني كيفاش تتنحى وحدها، وهي يعني تجينا حاجه سهله كي نكونوا يعني نديروا لها الطريقه تاع الماء سخون. شوفوا احنا البصل تاعنا وتقلى، واني رايحه نحرك عليه. وشوفوا البصل كيما تعرفوا لازم نشفوه مليح على الماء. حنا راح نزيد ونحطوا هذاك الفلفل كيما راكم تشوفوا. انا هنا زدت حطيت الفلفل تاعي، ونقص نخليه غير على نار هاديه. حنا التوابل نحتاجو العكري اللي حنديرو كيما راكم تشوفوا، وهذيك الرشه تاع فلفل الكحل، وما نساوش الملح. لا ونزيدو هذيك الرشه تاني تاع الملح. راني جيت نطلع التيك توك تاعي، وانا هنا كيما راكم تشوفوا كل شوي يتقلى على نار هاديه. كيما شفتوني الطوماطيش تاعنا بعد ما درنا لها الماء سخون نحينا لها القشره والزبيعه. وانا هنا هاد التيك توكه تاع نهار اليوم ماناش راحين نديروا لها قطره تاع الماء. الطوماطيش تاعنا هي الماء، ونحطو كلش يتقلى غير على نار هاديه. ونخلو التيك توك تاعنا هكذا، ونقول لكم تقدروا ديروا الطوماطيش. انا حبيت ما نديرش طوماطيش مصبره، خليها غير هكذا. راني وليت نوريكم. شوفوا هذيك الطوماطيش كيفاش راهي تتلق، وانا هنا عندي هاد 3 حبات تاع حار، ماشي حار بزاف، نرميهم في الاخر باش تبنن لنا في الطبق تاعنا. انا هنا بسم الله هاني جيت نحرك على التيك توك تاعي، وحنا كيما راكم تشوفوا هذيك الطوماطيش كيفاش تلقت الماء، ونجمروها مليح ونعاودوا نولوا ان شاء الله. هاني وجدت 3 حبات بيض، ونوري لكم يعني البصل الطوماطيش تاعنا راهو تجمر، ورانا رايحين بسم الله نديروا هذاك البيض، ونوري لكم بعد ما ياخذ نوري لكم الطبق حاضر في صحن التقديم. الطبق تاع نهار اليوم بصل وطوماطيش، وزدنا له البيض. نقول لكم البيض يزيد بنه كبيره، وكيما راكم تشوفوا هذا الطبق يناسب بزاف في فصل الصيف، وخاصه حنا داخلين على ابواب فصل الصيف، يعني وجبه خفيفه تقدروا تحضروه العائله تاعكم، وان شاء الله ديروه وتاكلوه بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.